الله اكبر، ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. تعالى يا حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم من اطرح حلقة، فيديو جديد صيد سمك بالغلة ان شاء الله في صرف مزرعة. بص يا جماعة، الناس اللي مفكرة ان صيد الصرف مزرعة انت بترمي وتاخد سمك، الكلام ده مش مظبوط خالص، لان احنا بنصطاد في صرف كبير تعتبر مياه حرة. الفكرة ان احنا عارفين ان المياه دي فيها سمك كبير، دي حتة نص. الحمد لله، شكر لله، يعني حتة نص يا جماعة، نص بس عافية والله، معذبنا. على فكرة يا جماعة، أنا بنطلع يوم واحد في الأسبوع اللي هو يوم الجمعة، والحمد لله يعني بنحافظ على صلاة الجمعة يعني. والعلم الجمعة اللي فاتت احنا ما خدناش سمك. الله أكبر، ما شاء الله. الحتة دي يا جماعة داخلة في الرب، هتشوفوا اللي هيحصل فيها دلوقتي عشان تعرفوا برضو ان التصوير مش سهل علينا يعني. والله العظيم احنا بنشوف مواقف بسبب التصوير ده. بتاعت ملفوفة بصوا بقى، إن شاء الله. يلا حلوة، يلا حلوة، مع السلامة. الله يعوض. الله يعوض. خلي بالك انا طالع النهاردة عشان نقول لكم، وبالاخص للناس اللي هي تبقى حابة تطلع لما بتشوفنا مصورين سمك، ان انت ممكن تقعد يوم كامل يعني، ممكن تطلع من الساعة 3 الفجر او 4 الفجر عشان احنا بنحجز الادوار، لحد مثلا 6 المغرب وما تاخدش سمك خالص عشان تبقى فاهم. وطبعا لو معاك ناس عندها صبر مش هيمشوا، وغصب عنك هتفضل قاعد على حد ما الرحله كلها تخلص صيد. ولكن بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو اشتغلت معاك ساعة واحدة لا هتعبي التلاجة بتاعتك. هي دي الميزة بقى اللي في صرف المزرعة. عمر طبعا المياه الحرة ما تشتغل ساعة، في الساعة دي تعبي الايه، تعبي التلاجة بتاعتك. لكن صرف المزرعة لو اشتغلت ساعة والسمكة حضرت عليه ما شاء الله ممكن تعبي الايه، الجربندية بتاعتك. طب هنقول بقى ايه اسرار الشغل واسرار الفكرة بتاعت صرف المزرعة من غير ما نحدد المكان، ومن غير ما نقول اسامي، لان انا برفض ان انا نقول مكان الصيد على العقد. بصوا يا جماعة، طبعا احنا اول شيء احنا بنحاول نطلع بدري، يعني مثلا ممكن نتحرك من الرحلة بتاعتنا من الساعة 1 بالليل او 2 بالليل عشان نحجز الادوار. الادوار اللي احنا بنتعارك عليها دي ونروح عشان نحجزها، المية بالرغم ان احنا بنطلع 2 بالليل، المية ما بتاكلش غير من بعد مثلا الساعة 10، تمام. طبعا في الوقت ده احنا عشان حابين الهواية وعاشقين الموضوع احنا بنقدر نصبر على الوقت ده، ما بنحسش بيه. في مننا ناس برضو بتجرب مثلا بحناشين طعم وممكن ياخد سمك وممكن ما ياخدش، بنفضلوا بقى نتقابل مع بعض، نتحرك، نقعد عند ده شوية على دوره وده يقعد شوية عند دوري، نعمل كوباية شاي، نعمل كوباية قهوة، نهزر نضحك. احنا بالنسبة لنا الموضوع رحلة، رحلة في الخلاء، تعودنا على الكلام ده وعشقنا الكلام ده وبنعمله بكل حب. على فكرة والله العظيم السمكة دي كبيرة قوي، يعني دي اكبر ما انتم ما تتخيلوها ان انا ماسكها بالطريقة دي. انا ايدي على البركة كبيرة، بس طبعا انا اتظلمت في التصوير لان الكاميرا كانت واطية فما جابتش حق يعني حجم السمكة. شوف انا على بركة ايدي تعتبر واخدة نصها. ان شاء الله السمكة دي داخلة في الكيلو ولا ربع يا جماعة اللي عدت دي، تمام يا جماعة. طب احنا بندخل وبندفع في الادوار، في ادوار بيندفع في الدور فيها 100 جنيه، وفي ادوار بيندفع في الدور فيها 50 جنيه. انا ما بنسميش يا جماعة مكان، محدش يقول لي المكان ده فين، بس انا بنحكي لكم عن ممارسة الرحلة بتاعتي اللي انتم بتشوفوها، وفي ناس بتبقى حابة ان هي تجربها معايا، وانا بنبقى شفقان عليهم ان هم يجربوا، لان انا عارف ان الناس دي مش هتقتنع باللي انا بنعمله وهيبقى صعب عليها الرحلة، صعب عليها ان هي تستحمل، ولكن هي دي الطبيعة. احنا ممكن مثلا تيجي علينا الساعة 6 ومحدش فينا بياخد سمك، واحد بس بياخد سمك من اصول الصيد، ان احنا نقعد كلنا نستنيه لحد اما هو يستكفى من الصيد بتاعه.
طبعا طالع النهارده يا جماعه نتكلم معاكم ونقول لكم عن اسرار الصيد في صرف المزارع. نتكلم بقى عن العلفه والطعم. دايما في صرف المزارع في معلومه شاب يا مهمه عايز جماعة، نقولها لكم. بالحجم ده بصوا يا ويلعب جماعه، اللعب ده؟ لما تلاقي الدور اللي ها انت قاعد فيه او المكان اللي انت متعود تصطاد فيه، طبعا طبعا احنا انتوا ما شايفين بنروحش يوم واحد على كف المكان، ايدي اهو اكبر غلط ماسك الصياد راسه، يعمله الحجم اثناء طبعا موسم معروف كده. الغله ان هو يتنقل من دور لدور، او ان هو كل اسبوع يكون على دور، او كل يوم يكون على دور شكل. المفروض ان انت تقعد للدور وما تمشيش من عليه، يعني مثلا كل اسبوع تيجي نفس المكان، كل اسبوع تيجي نفس المكان، او اللي بيطلع كل يومين ولا ثلاثة لازم مثلا ياخد له اسبوع ولا اسبوعين لحد ما يفكر يغير المكان. ليه بقى يا جماعة؟ لان المية ممكن تكون واقفة النهاردة، تاني يوم تشتغل كويس، ممكن تشتغل بكرة كويس، تالت يوم ما تشتغلش. فلازم يبقى ايه، تكون انت ثابت على المكان، وده خطأ كبير في كتير من صيادين الغلة بيقعوا في الخطأ ده. طيب نيجي بقى العلفة بتاعتنا. لما تلاقي المكان فيه شر ياما انزل بالغلة الناشفة. الغلة الناشفة دي هتظبطك جدا، هتدخلك السمكة الكبيرة، وهتخلي السمكة تاكل معاك مرتاح، وان شاء الله ربنا هيرزقك بسمك كبير. طبعا لقيت الدور ما فيهوش شر وما بيبانش فيه شر، عادي ينزل بالعلف بتاعك زفر عشان تدخل برضو السمكة الكبيرة. هو الصيد ملهوش قوانين معينة، انت على حسب المكان بتتعامل وبتغير الفكرة اللي انت شغال بيها. تمام. العدة بقى بتاعتنا، انا واحد من الناس بنحب العدة الخفيفة، يعني انا دايما الرمال بتاعي بيبقى 25، العود بتاعي بنصطاد ب 3 متر، هو انسب عود لصيد الغلة دايما بيكون ب 3 متر. اوقات انت بتكون محتاج الاقل، اوقات بتكون محتاج الاكتر، ولكن هو انسب عود، العود اللي هو يعتبر ماسك المقاس الوسط هو 3 متر. الريشة بقى بنجيب مثلا ريشة اللي هي سلكة الدش، تكون ريشة صغيرة، بنحط لها رصاص شريط وبنشتغل بيه. اهم حاجة بقى عندنا الصنار. الصنار بتاع الغلة اختلفوا فيه ناس كتير جدا. في ناس تحب الصنار الصغير، بتقول لك السمكة بتبلعه وبنقدر نتحكم فيه، بس هو لو مسك من لحمتها بيضيق. وفي ناس بتحب الصنار الكبير، بيقول لك ده لو شك السمكة مش هيحله، وفي نفس الوقت لو الدور فيه سمك هيشكه وهيتلطش معاه. برضو انت بترجع على حسب المكان اللي انت قاعد فيه، يعني لو انت قاعد في الدور ولقيت نفسك بتشك سمك وبتطلع بقشرة، اعرف ان انت محتاج صنار كبير. لو الموضوع ده اتكرر معاك مرة واتنين اعرف ان انت محتاج صنار كبير. طيب لو انا بنشك السمك وبيضيع مني زي ما حصل معايا النهارده، انا شكيت كذا سمكه وضاعت، الصنار اللي معاك يا بارق، السمك دخل على المرايه يا اما محتاج يتغير، ان يا شاء الله تكبره ربنا يا تصغره، على اربع حسب بقى، اربع على ممكن المرايه تكبر وممكن تصغر. يا رب يا كريم. تمام يا جماعه، يا رب ما اكونش طولت عليكم. دي منور نهايه يا رب الفيديو، علينا تحياتي وعلى ليكم، الصابرين. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بس تعملوا لنا لايك، لان احنا والله بنتعب في الفيديوهات دي. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.